اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في اهم العناوين. لجنة حقوقية نيابية تقر بخروقات وحالات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز. الهيئة نت اختلاس 11 مليار دينار من مخصصات نازحي الموصل. المدى الحشد يخاطب عبد المهدي، نحتاج شهرين إضافيين لإكمال اندماجنا. العربي الجديد، كوشنر في الشرق الأوسط لبحث تمويل خطة ترامب للسلام. وفي القدس العربي السودان، تأجيل المفاوضات وتظاهرات تطالب بالقصاص من قتلة الطلاب. وفي الخليج الإماراتية، الاحتلال الصهيوني يصادق على 6000 وحدة استيطانية. وفي الشرق الأوسط، الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا المشاركة في تأمين مضيق هرمز. قالت صحيفة اندبندنت عربية إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي طالت شخصيات عراقية أخيرا تحولت إلى مصدر هلع سياسي واسع في بغداد، لا سيما في صفوف الساسة المتعاونين مع إيران. وترى الصحيفة في تقرير لها أنه على الرغم من أن العقوبات لم تشمل شخصيات سياسية من الصف الأول، لأنها فتحت الباب على تكهنات واسعة تتعلق بإمكان شمول آخرين يمثلون درجات سياسية رفيعة. يعود مصدر قلق الكثير من الساسة العراقيين إلى يقينهم من أن ثرواتهم الطائلة ونفوذهم الواسع تولدا من خلال إساءة استخدام المال العام في بلد ريعي يوفر فيه النفط حوالي 100 مليار دولار سنويا للموازنة العامة. مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية أبلغ الصحيفة بأن الحكومة في بغداد تلقت إشعارات أمريكية في وقت سابق تؤكد نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على شخصيات متورطة في فساد مالي. وأضاف المسؤول أن بغداد تخشى ورود أسماء شخصيات تشغل مناصب حكومية رفيعة في لوائح عقوبات أمريكية ربما تصدر خلال شهور، ما قد يسبب حرجاً كبيراً لدوائر سياسية واسعة في البلاد. ومن شأن هذه العقوبات أن تقيد حركة الأموال المرتبطة بالشخصية المعاقبة فضلاً عن تقييد حركة الشخصية نفسها خارج البلاد. ويعتقد ساسة عراقيون أن معاقبة حلفاء طهران من الساسة العراقيين ربما يكون وسيلة أمريكية ناجعة للحد من النفوذ الإيراني. ويقول المسؤول في الخارجية العراقية إن حكومة عبد المهدي ملزمة بتنفيذ جانبها من هذه العقوبات، ما يسلط الضوء على فاعليتها السريعة ونتائجها الحاسمة. وبحسب الصحيفة، فإن مخاوف الكثيرين من سياسي بغداد من العقوبات تعود إلى إمكان أن تؤدي الإجراءات الأمريكية الجديدة إلى زعزعة الهيمنة التي تتمتع بعض الأحزاب العراقية على المشهد السياسي، حيث تخشى هذه الأحزاب أن تتسبب العقوبات الأمريكية في الحد من قدرتها على العمل من أجل ضمان استمرار نفوذها السياسي. لم يكن الشعب العراقي يتوقع أن تصدر عقوبات بحق فاسدين داخل وطنه من قبل الولايات المتحدة، بل كان ينتظر أن تنصب المحاكم القضائية العراقية بحق كل من نهب وسرق قوت العراقي وثمن دوائه ورفاهيته، لا أن تصدر مثل هذه القرارات من واشنطن الموصوفة بأنها دمرت هذا البلد وأهله. ماجد السامرائي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية، هل يحتاج العراق إلى قانون أمريكي لردع الفاسدين؟ القانون الأمريكي الجديد الذي حمل عنوان منع زعزعة استقرار العراق
وعد بعناية فائقة من قبل مستشاري دونالد ترامب، وجوانبه السياسية والأمنية الدقيقة تؤشر إلى حقيقة أن ترامب لديه برنامج تصعيدي في مواجهة إيران في العراق، وهو العالم بأن أي عقوبات لن تحقق أهدافها من دون ضبط حركة الدولار الأمريكي بين العراق وإيران. تملك إيران جيشاً مدنياً من المشتغلين في ميادين التجارة والمال داخل العراق، ومعظمهم من العراقيين الذين سبق أن هجروا إلى إيران قبيل الحرب العراقية الإيرانية، وعادوا وأصبحوا يديرون التجارة بين البلدين إلى جانب كثير من الإيرانيين أنفسهم. وتوسعت المؤسسات والمنظمات المالية داخل العراق خارج المصارف الرسمية، وأصبح لها رجالها وبعضهم لديه امتدادات داخل الأحزاب ومؤسسات الحكومة المالية والمصرفية. ويحاول الرئيس الأمريكي أن يثبت من خلال سلسلة إجراءاته بأن لديه برنامجه التدريجي لحصار طهران. يختلف هذا القرار عن حالة التعاطي المحلي السياسي في المناكفات الإعلامية بإطلاق الاتهامات الكثيرة وبعضها موثقة، إلى جانب المواقف التي لم تتحول يوماً ما إلى قرارات وإجراءات حكومية بسبب ملابسات المحاصصة الحزبية. الكاتب يرى أن هذا القانون يشير إلى أن تصعيداً كبيراً سيتحقق في الأيام المقبلة، ويتوقع ظهور أسماء جديدة، وهؤلاء الذين ترتصف أسماءهم الآن وفي الأيام المقبلة على قوائم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان دخلوا العراق تحت الراية الأمريكية، ولكنهم طغوا بما نهبوه من أموال عوائل العراقي وشبابه العاطلين عن العمل. لما نرى في العراق لحد الآن مسؤولاً رفيعاً أو غير رفيع قد مثل أمام المحاكم وأدين بتهمة الفساد أو القتل أو سرقة أموال الشعب وزج على إثرها في السجون ليذوق وبال أمره، مع أن ما يجري في العراق من أنواع الفساد والنهب المنظم والمدمر لثروات الدولة ما يشيب لها الولدان. هذا ما أشار إليه محمد داواني في مقاله الذي نشره موقع ميدل إيست أونلاين تحت عنوان العراق يتهاوى. لولا النوازع الطائفية لحكومتي الجعفري والمالكي ودعمهما للميليشيات الطائفية وخوضهما حربا ضروسا ضد المكون السني في عامي 2006 و2007 لما ظهر تنظيم داعش في العراق. والعجيب أن أبطال تلك الحرب الطائفية القذرة التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء ما زالوا يديرون دفة البلاد بنفس الطريقة، سواء بشكل مباشر أو من وراء الستار، الدولة العميقة دون أن يطالهم القانون. وتستمر الحال بهذا الشكل دون ظهور بوادر لإصلاحات جدية تنتشل البلاد من المستنقع الآسن الذي وقعت فيه، وتعيد إليها عافيتها وترفعها من تصنيفات منظمة الشفافية العالمية التي تضع العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً وقتلاً على الهوية والأقل أمناً وأماناً على حياة الإنسان. وكل ذلك بسبب تكرار نفس الوجوه التي أثبتت فشلها في إدارة الدولة. كل ما يقال عن الإصلاحات ومكافحة الفساد مجرد شعارات سياسية ودعايات انتخابية لم تلامس الواقع، ومن ضمنها دعوات الإصلاحات التي صدع بها رؤوسنا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والحال أن الفساد تحول إلى ظاهرة مجتمعية ومؤسساتية ترسخت في البلاد وأصبحت واقعاً سياسياً فارضاً نفسه على الساحة السياسية بقوة. الكاتب يختتم بالقول إن الواقع شيء، والشعارات التي يرفعها دعاة التقسيم والطائفية والتبعية للخارج شيء آخر. الواقع أن العراق تتقاذفه ولاءات عرقية وطائفية متعددة، وما يقال عن الوحدة الوطنية الجامعة لكل المكونات عبث ولا وجود له من الحقيقة.
تطل صحيفة فورن افيرز الأمريكية التي تمثل لسان حال مجلس للعلاقات الخارجية يصف نفسه بأنه خلية تفكير مستقلة، لتقول إن عهد الهيمنة التي تمارسها الإمبراطورية الأمريكية على العالم قد ولى بعدما اتسمت سياسة واشنطن بالتهور والعنف. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن الحرب على أفغانستان والعراق واحتلالهما وتداعيات ذلك كله أمور مثلت بداية النهاية لتلك السطوة. خلية التفكير الأمريكية وهي تتحدث عن بداية النهاية ترى أن نمو الهيمنة الأمريكية في بواكير تسعينيات القرن الماضي قابله نهوض في أواخر ذلك العقد لقوى أخرى من شأنها العمل على تقويض تلك الهيمنة، ويزاد على ذلك أن تورط الولايات المتحدة بحربي العراق وأفغانستان سرع من وتيرة هذا السيناريو، إذ إن تعنت واشنطن وصدها كل رأي خالفها في غزو العراق واحتلاله كانت له تداعيات يبدو أن البيت الأبيض لم يكن يحسبها بطريقة صحيحة لاعتبارات عديدة، لكن الغرور والتمادي في السطو والثقة المفرطة القائمة على أسس مادية وقتية لا تراعي فيها السنن الكونية ولا تجارب التاريخ عوامل تأتي في الطليعة. الصحيفة تعطي وصفاً ليس جديداً في القضية العراقية بأن الغزو والاحتلال شكلا فشلاً ذريعاً للولايات المتحدة، وهو بعينه ما كانت وما تزال القوى الرافضة للاحتلال ومشروعه السياسي تنطلق منه في توصيف الحالة وتشخيص المشكلة، ولكن الإرادات التي تتحكم في المشهد وتخضع في الوقت نفسه لتلك الهيمنة كانت تفرض الحجوب على كل موقف أو رؤية لتلك القوى وتضع العراقيل أمام حراكها ومشاريعها. الكاتب يضيف أن تراكمات ما بعد الفشل في المشروع السياسي والعسكري الأمريكي في العراق أتت أكلها وبدت تظهر نتائجها في نمط الإدارة الحالية. وهذه خلية التفكير تعلنها صراحة بأن السياسة الخارجية الأمريكية جوفاء، وأن ترامب الذي ينطلق من أفكار قومية وشعبوية يجعلون الراصدين الأمريكيين أنفسهم يقرون بأن أبرز سمات سياسة ترامب الخارجية هو عدم وجودها. قالت صحيفة إندبندنت البريطانية أن تجربة الديمقراطية التونسية الناجحة تعد مثالاً نادراً في العالم العربي، وأن تجاهلها من قبل الغرب أمر يدعو للاستغراب. واعتبرت الصحيفة في مقال للكاتب بورزو دراغاهي أن الانتقال السلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يعيشها البلد دليل على نضج التجربة الديمقراطية التونسية. الكاتب يرى أنه بالرغم من فراغ السلطة بعد رحيل السبسي الذي يمثل مصالح الجيش والنخبة في البلد، لم تسجل أي محاولة من طرف الجيش أو أي لاعب سياسي آخر للاستيلاء على السلطة، ولم يرى المستثمرون والجهات الدبلوماسية والشارع التونسي في الحدث ما يثير القلق بشأن استقرار البلد. وأشار إلى أن انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر الذي تولى بهدوء منصب رئيس الدولة مؤقتاً كما نص على ذلك دستور 2014 يعد مثالاً يحتذى به في احترام الدستور. وقال الكاتب إن تونس تعد مثالاً نادراً للدولة العربية التي تسعى جاهدة لتحقيق الديمقراطية والتعددية بالرغم من مشاكلها الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي تتعرض لها وسعي القوات الأمنية لإثبات نفسها، مما يجعل عدم سعي الغرب لدعم تلك التجربة أمراً محيراً. وأضاف أن أمريكا
ليست الجهة الغربية الوحيدة التي تحجم عن دعم تونس، بل إن صندوق النقد الدولي هو الآخر يمارس ضغوطاً مستمرة على تونس لاتخاذ تدابير تقشفية جديدة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من ارتفاع تكاليف الحياة وعدم زيادة الأجور والبطالة. وختم الكاتب بالقول إن تونس بلد ديمقراطي في محيط تحكم دوله الدكتاتورية أو تسوده الفوضى، تقف كمنفذ للنظرية السائدة في الغرب بأن العالم العربي لا يمكنه تحقيق تحول ديمقراطي، وأن تجربتها تستحق الدعم والاهتمام من طرف المجتمع الدولي. تناولت صحيفة التايمز البريطانية مسألة العلاقات الأمريكية البريطانية في ضوء التطورات الحالية في منطقة الخليج العربي. ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن على الحكومة البريطانية الجديدة التوقف عن استرضاء طهران والوقوف مع الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني. الصحيفة طالبت وزير الخارجية الجديد دومينيك راب بالحفاظ على مصالح بريطانيا القومية من خلال العمل وبشكل قريب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يعيد النظر وبحذر في العلاقة الدفاعية والأمنية مع الدول الأوروبية، واتخاذ موقف واضح من اللاعبين الخبثاء في الشرق الأوسط وهما روسيا والصين. وكل هذه القضايا تحظر في الأزمة مع إيران، إلا أن دومينيك راب على ما يبدو يقوم بالتملص من الخيارات التي يجب عملها في وقت تحذر فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاقية النووية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وضع آلية مالية تسمح للتجارة مع النظام الإيراني رغم إعادة واشنطن العقوبات عليه. وتعلق الصحيفة أن محاولة التحايل على عقوبات الرئيس دونالد ترامب لا تخدم أحداً، بل ستشجع طهران على الاعتقاد أنها قسمت التحالف الغربي. وترى الصحيفة أن محاولات الدول الأوروبية البحث عن طريق بديل للعقوبات محكوم عليها بالفشل، لأن الكثير من الشركات الغربية تفضل قطع علاقاتها مع إيران على أن تحرم من التعامل مع السوق الأمريكية. وتقول الصحيفة إن مهمة وزير الخارجية ليست تحديد الأصدقاء والتأثير في الناس نيابة عن بريطانيا فقط، بل وتحديد الأعداء وتعرية ضررهم أيضا، مشيرة إلى أن سياسة بريطانيا تجاه إيران تقترب من كونها ترضية لا مسألة ردع. أنشأ شباب فلسطينيون وأجانب منصة إلكترونية تحمل اسم بوكي، تهدف للتبادل الفكري والثقافي في العالم من خلال تبادل الكتب. وينتشر التطبيق الآن في عدد من جامعات العالم، ويستفيد منه أصحاب المكتبات والناشرون لتسويق كتبهم. وقال موقع الجزيرة نت إن المكتبات الرئيسية في فرنسا وقبرص وتونس وفلسطين تستخدم التطبيق بهدف تمكين القراء من تبادل الكتب في عصر التكنولوجيا. ويرى أصحاب المكتبات أنهم أكبر المستفيدين من التطبيق، حيث يروجون من خلاله الكتب. بدوره تحدث المدير التنفيذي للتطبيق طلال رداد عن طموحاتهم في إيصال التطبيق لأكبر عدد من المستخدمين، موضحا أن التطبيق يشبه شبكات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر. طور باحثون من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على التعرف على النص الذي تم إنشاؤه آلياً ودون تدخل بشري، وذلك في مسعى لمحاربة انتشار الإشاعات. وقال موقع الخليج أونلاين إن العلماء أطلقوا على الخوارزمية الجديدة نموذج اختبار اللغة العملاق، ويهدف هذا النظام لاكتشاف إن كان إنشاء قطعة معينة من النص تم بواسطة خوارزمية ذكاء اصطناعي، وهو ما انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويأتي تطوير هذه الخوارزمية من قبل الخبراء بسبب كمية الأخبار الكاذبة الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا للنتائج التي تبادلها الباحثون، قامت الخوارزمية الجديدة بتحسين معدل الكشف البصري أو البشري للنصوص المزيفة من 54% إلى 72% دون أي تدريب مسبق. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.